السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد وحلقة جديدة. موضوع هذه الحلقة هي الوجبة بعد التدريب، أحسن وجبة صحية وغنية بالقيم الغذائية. محتويات الوجبة: بصل مع قطع من الدجاج، صدر الدجاج، وخضر متنوعة غنية بالألياف: بروكولي، طماطم، فلفل أخضر، وبعض من الفطريات. إضافة إلى 200 غرام من الأرز البسمتي. نضيف هذه المحتويات لكي تنسجم، إضافة إلى 10 غرام من زيت الزيتون، مصدر مهم من الدهون الصحية وخاصة في فترة التنشيف. نضيف بعض المهارات، بعض البهارات لإعطاء نكهة على الطعام. ونضيف الأرز المسلوق. ثم نحرك جيدا لكي تنسجم مع المكونات. نتركها قليلا في الأخير، نحرك جيدا لنتأكد. وجبة غنية بالبروتين، حوالي 60 غرام من البروتين و60 غرام من الكربوهيدرات. وجبة غنية حوالي 600 من السعرات الحرارية. وجبة صحية يستفيد منها الرياضي بعد تمرين شاق. وطعم جيد. بالصحة والهناء إلى فيديو جديد.